بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل، ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد على البركة. هنا ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقات الناموس، ونتمنى دائما التوفيق للأخوة المشاركين. ما شاء الله شوط الجعدان المحليات الأصايل، نتمنى التوفيق للأخوة المشاركين مع هذا الانطلاق الجميل. اذهب بالصدارة هناك من الجانب الثاني، من الجانب الثاني في صدارة هذا الشوط. ما شاء الله شعار من بن حلوة في المركز الاول، شاهين سيف بن حمد بن علي المنصوري النقلح على ثاني مراكز، شاهين وعمل سيف بن حسين، وفي المركز الثالث النايف علي بن حميد الرزي، وفي المركز الرابع مختار خليفة غلبان بن سلطان بن عبد الله بن غليطة الأقلي، وفي المركز الخامس هناك من يأتي اللي هو هملول محمد بن سعيد مبارك العتيبة، وفي سادس المراكز ما شاء الله الأسد لسالم بن سلطان أبو نواس، وفي المركز السابع هناك من يأتي الحذر لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني حشيم محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، وفي المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن هناك شعار الحميري ما شاء الله هملول محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر والأخير هناك شعار السعيدي ما شاء الله حداد وحمد بن سعيد بن حمد السعيدي النعيمي. ها هي النتيجة أيها الإخوة حاضرة مع هذا الانطلاق، هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. وشاهين ما زال مسيطر على هذا الكنترول الجميل، شاهين ما زال صامت حتى هذه اللحظة وعلى المجموعة هنا في هذا الشوط. نتمنى دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين مع هذا الانطلاق الجميل. ما شاء الله شاهين سيف بن حمد بن علي بن حمد المنصوري، والنقلة هناك على هملول لمحمد بن سعيد بن مبارك العتيبة، وفي المركز الثالث من يصل في هذه اللحظات هملول محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع شاهين في رابع المراكز ما شاء الله، ولا بنقول النايف علي بن حميد الرزي، وفي المركز الخامس هناك الأسد يلا يا أبو محمد سالم بن سلطان بن محمد أبو نواس متى بيكشر عن أنيابه الأسد، وفي المركز السادس ما شاء الله هناك مختار لخلفان بن سلطان بن عبد الله بن غليطة على خلي على سادس المراكز، وبنقول حشيم سابعا لمحمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الثامن شاهين ما شاء الله لسيد سالم بن علي بن خميس العويسي سابع أو ثامن المراكز، وفي المركز التاسع هملول سعيد بن حميد الرزي الشامسي، وعاشر المراكز وهو الأخير شاهين لخليفة بن راشد محمد بن راشد الاجتبي. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة حاضرة مع هذا الانطلاق، هكذا كانت نتيجتنا للمراكز العشرة، ذعناها عليكم كاملة. غير حشيم ما شاء الله على المركز الأول على صدارة الشوط، هو ذهب بأول المراكز ما شاء الله اللي هو حشيم لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري، هو مع صدارة هذا الشوط. النقلة هناك على النايف وين علي بن حميد الرزي الشامسي في ثاني المراكز، وفي المركز الثالث شاهين سيف بن حمد بن علي بن حمد المنصوري، وهناك هملول على رابع المراكز ما شاء الله محمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس وصل العويسي سالم بن علي بن خميس العويسي ما شاء الله القادم من السلطنة الشقيقة أيضا للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. مرحبا بضيوفنا الكرام هنا على أرضية هذا الميدان، والمركز السادس وصلكم الأسد يلا يا الأسد سالم بن سلطان بن محمد أبو نواس أيضا، وفي المركز السابع هناك من يأتي مختار لخلفان بن سلطان بن عبد الله بن غليطة الأقفلي، وفي المركز الثامن هناك تحذير سعيد محمد وابراهيم، وفي المركز التاسع حملون سعيد بن حميد الرزي الشامسي، وفي المركز العاشر ما شاء الله هناك شاهين خليفة بن راشد محمد بن راشد
قال اشتري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز. ذعناها عليكم بالوفود تمام. والنايف، النايف في المركز الأول غير النايف على صدارة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. مع المركز الأول علي بن أحمد الرزي شامسي هو مع الصدارة، هو مع المركز الأول. حشيم في ثاني المراكز، محمد بن خليفة بن قحيل ثالث المراكز. يصل هنا شاهين لسالم بن علي بن خميس العويسي. وفي المركز الرابع سعيد محمد وابراهيم مع تحضير. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس شاهين عبد الله بن سالم بن حزم. خلاص النايف، النايف غادر، غادر الحدود، غادر الحدود النايف ما شاء الله، حدود الناموس غادرها النايف. علي بن حميد الرزي شامسي يبغي النقطة الثانية، يبغي النقطة الثانية. شكلان هناك وهنا النايف ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هي لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لك يا أبو أحمد للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الثالث سالم بن علي العويسي، وفي المركز الرابع سعيد محمد إبراهيم، المركز الخامس عبد الله بن سالم بن عزيم. التوقيت الزمني 6 دقائق 23 ثانية 24 جزء الثاني. تهانينا والناموس.